هنا قدام الناس. مش مهم عندي الناس، انا المهم عندي دلوقتي ان انت تصالحيني. خلاص صالحتك. ده بجد ولا يعني عشان تلمي الدور قدام الناس؟ لا بجد، اصلها بصراحه طريقه غريبه وعجبتني قوي. قول لي بقى، حد قالها لك ولا انت اللي عملتها لوحدك؟ ايه اللي حد قال لي اعملها دي؟ لا طبعا انا اللي عملتها. انت يطلع منك كل ده يا سعد. انا يطلع مني اكتر من كده والله، بس انت اللي مش مدياني فرصه. يا حبيبي عجبك الورد؟ حلو قوي ده، ب 150 جنيه بس كنت تديهم لي احسن. وبكده تكون المعادله اكتملت. يا ميس يا ميس. نعم. ممكن تعدلي الشرح تاني؟ اصل انا ما فهمتش. ما فهمتيش؟ اشمعنى انت بقى اللي ما فهمتيش؟ ما كل زمايلك فهموا، ولا كنت قاعده بتلعبي ومش مركزه معايا؟ لو كنت بلعب ما كنت طلبت من حضرتك تعيدي الشرح تاني. انت هتقعدي تتناقشي معايا؟ اطلعي بره. حضرتك فهمتيني غلط. بقول لك اطلعي بره. داليا تعالي. معلش حبيبتي ما تزعليش مني، انا اعصابي مشدوده اليومين دول. مش قصدي حاجه والله. انا عارفه ان مش قصدك حاجه، حقك عليا. انا مش قلت لسعادتك يا سياده اللواء؟ يا باشا الواد ده اتهجم عليا من يومين وقال لهم انا ضربت الطلقه في الهوا كده من مسدسي، يا عالم كان ايه اللي ممكن يحصل. خلاص يا باشا حاجل سعادتك نعمل محضر، وجايز يكون مطلوب على ذمه قضيه تانية. ربنا خليك لينا يا باشا، ما يحرمناش منك ابدا. وعلى فكره يا باشا انا مش بعمل كده علشان، لا لا لا، انا علشان الناس في مصر تبقى عايشه في امان وما يتعرضوش لشر الخيشن وامثاله من المجرمين والبلطجيه. ماشي يا باشا ماشي، ساعه بالكتير وهكون عند سعادتك. الف مليون سلامه. صباح الفل يا حجوج. صباح الخير يا مخ. صباح الجمال والاموال. ايه الفلوس دي؟ دول 80,000 جنيه مكسبك من صفقة الدولارات بعد خصم نسبتي ال 10%. براو عليك يا مخ. طب خليهم بقى كده في شنطتهم معاك، بكرة الصبح تحطهم في حسابي في البنك. إذا كان كده ماشي.